بداية الأنظمة السحابية زي ما قلنا، الآن في الطريقة التقليدية ندفع فلوس كثيرة عشان نشتري الأجهزة ونوظف موظفين يفهموا في تقنية المعلومات، والآن بالطريقة هذه توفر علينا مبالغ كبيرة. أيضا نقدر نستخدم التطبيقات بدون الحاجة لمعرفة الأمور التقنية خلفها. فإذا كان في بزنس يوزر ما يحتاج يعرف أي من الأشياء هذه التقنية. برضو ساعدتنا على استخدام تطبيقات وبرمجيات عالية مستوى الكفاءة بغض النظر عن كفاءة الجهاز مثل ما قلنا، لأنها تعتمد على قوة خوادم الشبكة اللي عند موفر الخدمة وليس اللي عندي أنا. طبعا من الأشياء الجميلة جدا برضو نستمتع فيها في الأنظمة السحابية أنه نقدر نوصلها من أي مكان، سواء من جوالي من لابتوبي. توفر وسيلة رائعة للحفاظ على البيانات والمعلومات خشية من الفقدان. الآن مرات لما نخزن أشياء على أجهزتنا الخاصة يخرب الجهاز أو تصير له مشكلة وأحتاج أفرمت الجهاز، فبطريقة الأنظمة السحابية، وهذا اللي أنا يعني البحث لما تبدأوا تشتغلوا عليه، اشتغلوا عليه في مثلا كلاود بروفايدر، ون درايف ولا جوجل درايف، عشان تتأكدوا إنه ما يضيع. والحلو في موقع الخدمة غالبا انهم يكون عندهم نسخ احتياطيه، لا سمح الله صار عندهم مشكله في النظام في مكان، يكون عندهم اكثر من مركز بيانات ويكون نفس الملف حقك منسوخ اكثر من مكان. فاذا لا سمح الله صار شيء في احد الخوادم، فالخادم يكون موجود ممكن يرجع البيانات من المكان الثاني للنسخ الاحتياطيه. طبعا برضه من الاشياء الثانيه اللي هي الدخول الامن على البيانات، فغالبا هم يكون عندهم لانه هذا شغلهم الاساسي، فيوفروا اوثنتيكيشن او توثيق يكون قوي، فحتى يتاكدوا انه مثلا حتى كفيزيكال سكيورتي انه مركز البيانات نفسه ما حد يقدر يدخل عليه، ما حد يقدر يخرب اشياء، فيكون عندهم كاميرات مراقبه، يكون عندهم جارد، يكون عندهم حتى المركز البيانات يكون مصمم بطريقه معينه، لازم يكون عندهم ضوابط معينه انها ممكن اذا لا سمح الله صار في امطار، صار في فيضانات، صار في كوارث، حتى لو صار في حريق، انه هذه الاجهزه حقتهم او البيانات حقتهم ما تتاثر وتستمر الخدمه. فمثلا اذا كنتوا في البيت وصار لا سمح الله حريق في البيت، نفس الشيء الجهاز ممكن يروح يضيع اللي فيه، لكن هم يكون عندهم يعني امكانيات كبيره انه يحافظوا على هذه الاشياء حتى لو كان في حال صار اي كوارث طبيعيه او حوادث. طبعا ضمان عمل الحوسبه السحابيه بشكل دائم، يعني حتى لو كان في يعني شيء حصل عندهم لسه يقدر ينقل خدماتهم الى مركز البيانات الثاني، ويكون عندهم خطط انه على طول تكمل الخدمه بدون ما توقف. فهذه حتى اغلب المنظمات يسووها، يسووا بزنس كونتينيتي بلان او يسموها ديزاستر ريكفري، ويكون عندهم سيناريوهات معينه يتدربوا عليها، حتى الاشخاص يكون عندهم لابتوبات اذا المكتب ما قدروا يوصلوا له، وين يروحوا وكيف يشتغلوا، اهم شيء الخدمه تستمر وما تنقطع. من سلبيات الانظمه السحابيه اللي هي يعني الانترنت، اذا ما كان عندك انترنت قوي فما صعب انك يكون عندك اتصال دائم بالخدمه، فتصير هذه المشكله عند تخدم الخدمه انه ما يقدر يوصل للخدمات هذه. مشكله حصلت برضو كانت مشاكل حقوق الملكيه الفكريه، فكثير من المستخدمين يعني قبل ما كان في توجه على البرايفسي او الخصوصيه او الحقوق الملكيه، كان المستخدم ممكن يالف مثلا مقال ولا شيء يحطه سحابه، فموفر الخدمة يكون له حق فيها لأنه هو البيانات على أجهزته هو. لكن الآن لازم المستخدم يقرأ الاتفاقية ويقرأ الخصوصية ويتأكد أنه أي بيانات هو يحطها بنفسه الحقوق الملكية الفكرية له هو، ما راح تنتهك أبداً. مشكلة أمن خصوصية المعلومات، كثير مننا نتخوف نقول طيب أنا أحط صوري خاصة،
هل هم ممكن يشوفوها، هل ما يشوفوها، هذه كلها أشياء نشوفها في الاتفاقية ومكتوبة. فالمفروض انه يكون عندهم ضوابط امنيه مثل التشفير، يعني حتى الموظفين اذا حاولوا الموظفين الموفر الخدمه حاولوا يدخلوا ما يقدروا يشوفوها بسبب الضوابط الامنيه. في بعض الدول الحكومه لها احقيه انها تروح عند موفر الخدمه وتقول له ابغى اشوف بيانات العميل الفلاني او الشخص الفلاني، ومفروض ان هم يطلعوها طبعا باجراءات معينه، لكن هذه احنا نشوفها انتهاك لخصوصية الشخص، فالمفروض انه يكون ما حد يطلع عليها الا بموافقة المستخدم الخدمة. فالمفروض انه الواحد لما يشارك يشارك باسم الشخص او ايميل الشخص فقط، عشان ما حد يقدر يدخل عليه الا الشخص المصرح له.